السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. في معانا جهاز 3 في 1 بحالة المصنع جي في سي نيفكو، عبارة عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو، وشريط كاسيت وتلفزيون أبيض وأسود 3 بوصة. الموديل بتاعه 3060 سي كيو. وزن الجهاز 5 كيلو 140 جرام، 5 كيلو 140 جرام. ونشوفه مع بعض. زيستيفايت اس جي في سي 3 ان 1 تي في بلاك اند وايت 3 انش اند راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب، موديل 3060 سي كيو ميد ان جابان. ثلاثة واحد لصالح النادي الاسماعيلي، والميكروفون سريعا الى زميلي محمد. صور الحسن حب والاحتلال اقتحم ليش غيرك يا منوره بيبي الليل واخر. مين زمن القديم وانا نكتب كده يعني تمام من ده. So let's get to know the different peculiarities. انا ما اعتقدش ان هو هيلعب باك يمين، لكن هنا بقى هيحصل تعديل تكتيكي. دي عبد الحق يروح. ايوه ودي انا غريبه بالنسبه لي. ما هو فقط جناح خطير جدا. هو خلاص، لا خلاص هو جاهز. فريش العالم كله بيغني فيه. ما زلنا مع حد يجي العصر الجاز الميوزيكلز الحاجات دي. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده جهاز 3 في 1 جي بي سي نيفكو، الموديل بتاعه 3060 سي كيو، صنع في اليابان، عباره عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو، وتلفزيون ابيض واسود 3 بوصه اهوت. الجهاز بحاله المصنع. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This device is جي بي سي نيفكو موديل 3060 سي كيو 3 in 1 تي في بلاك اند وايت 3 انش اند راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب. ثانك يو.